أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التالية، الفقرة يمكن اللي بيحبوها كل الصبايا، وفعلا هي إلى حصة كبيرة بالمظهر الخارجي لكل صبية. سلمى، أكيد نور، ومحطتنا لليوم رح نتعرف أكثر على الأحجار الكريمة والإكسسوارات، وقديش ممكن الحجر يلعب دور ويأثر على الإنسان اللي لابسه من خلال جمع طاقة الأحجار بتشكيلات مميزة من خلال إكسسوار. طبعا هذا هو مشروع ضيفتنا اللي اشتغلت عليه، اللي هي عملت تشكيلات متعددة بالأحجار الكريمة وحتى بالأحجار العادية لتعمل خط مميز لها بعالم الاكسسوار. رح نتعرف اكثر على مشروع ضيفتنا ونقلها لديما. صباح الخير ديما. صباح الخير، يسعد صباحك. بالبدايه عرفينا عن مشروعك بشكل عام. هلا مشروعي هو اسمه دو ستونز، بتخصص بالاحجار الطبيعيه الشبه كريمه يلي بسموها كريستال جيمز وجيم ستونز، يلي هي لها علاقه بعلم الطاقه. حلو، ليش اخترتي هذا المجال بالذات؟ وهل يعني خليني اقول هيك عملتي دراسات، عملتي شيء عن علم الطاقه وارتباطها بالحجر وباللون؟ هلا انا مبدئيا لما كان عندي حب بالاحجار الطبيعيه كشكلها وكالوانها، انه هي خارجه من الطبيعه من دون ما يلعب فيها الانسان، بلشت اعرف اكثر عنها، انه هي بتسحب الطاقه السلبيه، بتحميك من الطاقه السلبيه وبشكل عام يعني. طبعا لا اختصاص لسه على الطريق ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن الاكسسوارات لها حيز كثير كبير عند الصبايا ديما، ويمكن ما في وحده منا الا ما بتحب فعلا تقتني الاكسسوارات ويكون عندها هي اكسسوارات. بس الجميل مثل ما قلنا، يمكن لانه انت تميزتي بالاحجار الكريمه، ويمكن كل حجر إله طاقة، كل حجر كمان بتلاقي كل شخص بيحب حجر معين أو إله برج خاص. معنا مجموعة كتير حلوة من الإكسسوارات، خلينا نبلش ببعض القطع. هلأ نحن عم نشوف مثلا مثل هي الأسوارة، هي إذا فينا نقول الأحجار الموجودة فيها. هاي الأسوارة هي من كوليكشن أطلقتها اسمها كومبو، مثلا جرين كومبو، بينك كومبو، بلو كومبو. هي فيها بتضم ثلاث أنواع أحجار، هو حجر السيربنتين والزمرد، وفي عنا حجر الجاد أو الجادين. الزمرد دائما بتلاقي مقتنيون. صحيح. باقي الأحجار شو الطاقة اللي موجودة فيها بتلعبي عليها؟ كلياتهم بشكل عام. نحن بشكل عام رح أحكي لأنه ما فيني أختص بالحكي أكثر من مختصين، هن كل شيء طبيعي بنمرقه على جسمنا بيعطيكي طاقة أو بيسحب منك الطاقة السلبية، فهن ما فينا نقول هذا حجر بيعطي أكثر من حجر، بس بشكل عام حجر الأونكس اللي هو اكثر شيوعا من اقوى الاحجار يلي بصد عنك الطاقه السلبيه. يعني وانا شايفه هون في كثير احجار، قبل ما ادخل بالتفاصيل هي كلياتها اللي رح نحكي عليها، في مجموعه احجار هون درج خاص بالاحجار. هدول احجار الرو بسموها. في عندك هون حجر الاماثيست. الاماثيست من اكثر الاحجار اللي بيحبوها العالم الصراحه، يعني هي هو هذا الحجر بيحبوه جميع الابراج خلينا نقول. خاص لبرج الحوت والدلو شهر شباط. هذا مين برج الحوت او الدلو؟ عنا هزار برج الدلو، معده الحمل. الحمل هزار. هو الجدي يعني شو بينبقى له؟ في شيء لبرج الاسد؟ المخرج عم يسال. اي اكيد، اللي قلنا عنه سابقا هو حجر الاونكس من اقوى الاحجار. حجر الاونكس هذا من اقوى الاحجار. هذا هو حجر الاونكس. هذا الحجر الابيض هو الحجر الابيض، اسمه حجر الاونكس. تمام. الابيض مش الشفاف، الابيض الابيض. الابيض لا، الشفاف غير نوع. هذا اقوى الاحجار، يعتبر اقوى الاحجار بصد الطاقه السلبيه. تمام. حلو، طيب وخلينا نحكي هاد. هلا هذا حجر اسمه لابرادورايت، بس هو مفوتين له اللمعات، يعني هو هذا انت متداخله عليه بهذا التصميم. تمام، له هي اللمعات، بس هو شكل الحجر قبل ما ينصقل بيكون بهالطريقه هي. طبعا بس ينصقل بصير بيلمع اكثر وبنشوفه بطريقه هيك انظف يعني. بس انا بالنسبه لي الاحجار الرو، هذا حجر اللابيس لازولي، حجر برج القوس. حجر برج القوس سودالايت عفوا. ايوه تماما. بالنسبة لي الأحجار الرو يلي مثل هيك عم بضل أشكالها ما أنا ما سستها إيد البشر، فهي جميلة جدا. هذا حجر الأفنتورين مثل ما هو، بتخلي الحجر يعني ما بتهزمه. هذا برج كمان هو برج الأسد. برج الأسد من نصيب المخرج. من نصيب المخرج. طيب برج الميزان ما في شيء للمذيعة؟ طيب للصبايا ما في شيء من الأحجار المناسبة حاليا هدول الموجودين؟ نحن هلا بشهر التاسع يعني العذراء والميزان، ما في أي شيء نفرجيهم يا لل
للي عم بيتابعونا؟ موجود هو بالعكس يعني دائما بسأل. انا بعرف عنه. من الاحجار اللي هي الحجر لونه احمر او الحجر لونه فيروزي او الفيروز فيروز العقيق، هدول المنتشرين بشكل كثير كبير. بس ردة فعل الصبايا يعني هلا انا عم شوف مثلا انه اذا بتحطي قطع الاحجار شو ما كان لونها بتلاقيها جميله يعني على الايد. كيف عم تكون ردة فعل الصبايا مع اختلاف الموضة؟ يعني عم نشوف اليوم معجقة قطع كبيرة، لما بتلاقي هيك فعلا قطع مرتبة ثقيلة وفي احجار كريمة الناس عم بتحبها، عم تلاقي صدى كتير كبير مع الصبايا. هلأ هو ترتيب الأحجار، ترتيب ألوانهم مع بعض هو اللي بيجذب كاتصال بصري. كمان في عندي قطع أنا متجهة مثلا لكذا فئة، لما بيجوا لعندي ستات كبار عم بيعرفوا عم بيشوفوا، أنا عم ببسط ما عم بشرح كتير حلو. فعم بيقولوا هذا عقيق، هذا فيروز، هذا كذا، فإنه الستات الكبار عم بيعرفوا لانه كان جزء من ذاكرتنا. يعني ما بتحسي ما في حدا بالعيله سته او امه عندها زمرد او عقيق او فعلا موجودين. هلا بنيجي نحن للجيل الجديد يلي هو ما له علاقه بهي القصص تماما، يعني في شيء بحب في شيء ما بحب. لما بتيجي تشرحي له انه هذا حجر طبيعي، هذا شيء له علاقه بعلم الطاقه، علم الطاقه علم جديد، ولو انه هو كثير قديم طبعا. صحيح. موجود من زمان بس هو جديد عم بيتفتح هلا علم الطاقه. فبتيجي بتشرحي لهم بتقولي لهم انه هذا حجر الفلاني، في احجار حديثه في احجار قديمه، يعني في بس عم بيتعرفوا على هالشيء عم بيحبوها. خلينا نحكي كمان عن هي المجموعه، يعني نحن شايفين انه انت عامله تناسق بين الالوان والاحجار ايضا. تماما، هي الترند تبع دوستونز اللي نحن كثير عرفنا فيها هو مجموعه الشمسيه او اساور الكواكب. آه. او اسوار المجموعه الشمسيه. هذا الكوكب، هذا كل كوكب بيعبر، كل حجر بيعبر عن كوكب، في مشتري، في زحل، في عطارد، طبعا كلياتها واصله. وين الزهره؟ الزهرة هو هذا الزهرة. هاي لقينا شيء لبرج الميزان أخيرا، هاي كوكب الزهرة. طيب بشكل عام خليني أحكي، اليوم مجال إكسسوار حتى لو نحن عم ندمج أحجار كريمة أو عم نعمل من الأحجار أشباه الكريمة الموجودة بالسوق حاليا، مجال كتير واسع وصارت منافسة فيه كتير واسعة. الصبايا بشكل عام عم تعتمد هلأ على السوشيال ميديا لتروج لنفسها، على المعارض البازارات اللي عم تكون موجودة، وعلى الجودة بأسعار مناسبة، لأنه بالنهاية بتقلك هي قطعة إكسسوار ما أنا حجر أو ما أنا شيء نفيس. مثلا الناس دائما بتعتمد أنه الذهب أو الفضة هو الشيء اللي بيدوم. تمام. الأحجار ممكن تتغير قيمتها وخصوصا ما بتنباع ولا هاي التفاصيل. كيف قدرتي تعملي بصمة اليوم وتقولي انه انا بهذا المشروع بدي اسس شيء له رسالة، اللي هي رسالة الطاقة والروح من خلال استخدام الاحجار، وبنفس الوقت اقدر اوجد لي بصمة؟ على شو اعتمدتي؟ هلا كونه مشروعي انا اسمه دو ستونز، فهو احجار. كيف ما كان انا بدي فوت الحجر، بدي فوت الحجر بطريقة أن يكون متناول أكثر عدد من الناس. ما رح ودي الحجر طبعاً له درجات بالقيمة طبعاً. كمادية يعني صح. فأنه أنا بدي شيء يكون بمتناول أيدي الصبايا والشباب بشكل عام، فكنت نقي مجموعة أحجار يلي هن ممكن تكون قيمتهم مقبولة، ما فوت لهم مثلاً شيء ذهب أو مطلي ذهب، فدائماً كنت حاول فوت معه الإكسسوار بحيث أنه يضلوا السعر مقبول ويضلهم هن عم بيقتنوا شيء صراحة يعني شيء طبيعي وشيء كثير. هي نقطة مهمة يمكن اليوم ديما، انه انا افكر قديش فعليا فيني اعمل مشروع الخاص بنفس الوقت يكون بمتناول الجميع، لانه عم نشوف اسعار وارقام الاكسسوارات غير مقبوله ابدا. فلما نقول قطعه مرتبه بسعر معقول وفيني انا اقتنيها كصبيه، هي بحد ذاتها فينا نقول رساله، يعني انا فيني استثمر مشروع الخاص بنفس الوقت اربح بجزء بسيط، وبنفس الوقت اقدر خلي الناس تتناول هي القطعه. لانه احيانا عم نشوف قطع اكسسوار، يعني عم نسمع بارقام 60 و70 الف لقطع اكسسوار، هي ارقام لك لاصحاب ذوي الدخل المحدود، وقطع صغيره مكلفه بالنسبه لهم. يعني بتصير فعلا حتى الاكسسوار اليوم بصير للصبيه حلم ما بقدر اقتني، هو مكلف وصراحه. وشغل الهاند ميد له قيمه عاليه متعب. صحيح. يعني احنا بالنسبه لنا شغل الهاند ميد او وين ما كان برا قيمته عاليه، فلما يكون القطعة مصنوعة هاند ميد ما رح نعملها طبعا غير بلطافة. صحيح. ولما يكون فيها حجر طبيعي فأنت عم تعطيها قيمة أكثر. حتى لما ما يكون فيها حجر طبيعي مثل هاي
بس هي هاند ميد، هي متبرحة بشغلة بإتقانها بالمواد اللي عم نجيبها. نحن عم نجيب مواد طبعا أولية ممتازة. هي رجالي شيء؟ هي رجالي، نحن بنشتغل بالليذر جودز بالجلديات، والشباب طبعا لأنهم هن كثير بيحبوا يشلحوا يلبسوه بيلبسوه وبيشلحوه، فبنعملها كثير كمان هلا تماما نعملها بطريقة سهلة للشلح واللبس، ما له خلق الشاب يبكل مثلا، فبنعملها فورا بتشبه يعني خليني اقول حياته اليوميه، يعني الماتيريال اللي انت مختارتيه اللي هو الجلد الخيط الشغلات النحاسيه المعتقه، مو مثل الصبايا بيحبوا الالوان والشغلات. هلا هذا الجبسي اللي هو هلا موضه كثير، هذا التشكيل، هذا بورتكلين اسمه رينج بريسلت كيتشين اللي فيك تلبسيها بايدك تمام وخلص ومفاتيحك معك وبتوصل بتوصل لفوق لانه كثير كبيره عملتيها. انا وصلت عندي تماما، هي مجرد ما تحطي مفاتيحك فيها وخلص وبتمشي بالسوق ومعك شنطتك مثل المفاتيح. صح، فيك تستعمل ايدك بحريه. وهذا هلا كثير موضه، هذا البوليمر، هذا صحيح كثير موضه، هذا اسمه كلي بوليمر والوانه حلوه كثير، عم بحبوها الصبايا. نحاس نشتغل كمان بالنحاس بالخواتم النحاسية يلي كمان من أهم مزايا النحاس المعروفة قديما أنه بيخفف من الآلام، بيخفف من الوزن، هو بس يلامس الجلد ممكن يخفف آلام المفاصل كمان، فنحن عم نستعمله كونه نحن عم نستعمل أحجار طبيعية، فكمان بنستعمل النحاس. عم تشتركوا اليوم ببازارات وعم نشوف يمكن البازارات إلى أثر كتير كبير يمكن بالتسويق، وعم تكون بعيدا عن الحلقات الوساطة وقديش في ممكن يدغري يعني بتعرضوا البضاعة فورا للزبون والمستهلك، كيف عم تكون ردة فعل الناس؟ و قديه مثلا لما تشتركي ببازار بيكون في عندك خيارات متعدده، تبادل للافكار، عم تشوفي فعلا شغل جديد ويشوفوا شغلك. صحيح، البازار الصراحه باب كثير واسع لما تكوني مشتركه فيه وتشوفي العالم وعم تقصد محل خصوصي لحتى تشتري. صحيح، هي جماليه البازار، العالم جايه ممكن ما تشتري بس عم تتفرج عم تتعرف، فيكي تعمليها كبدايه انه شيء تعريفي لنا كدوستونز تتعرفوا علينا من خلال البازار طبعا. وإقبال العالم على البازار هو اللي خلى العالم تعرف دوستونز أكثر، من عن طريق كمان السوشيال ميديا بعدين هو كله كمل بعضه الحقيقة. أكيد. طيب اليوم هيك نحن عم نتعرف بشكل خليني أقول مبدئي عن المشروع وعن المواد، خليني أقول قديش كل مثلا كل سنة بتحاولي تحطي أنه أنا هذا الموسم في شيء مثلا موضة تريند هلأ بدي أخذ منه هذا الخط، وبنفس الوقت في شيء أنا خاص بمشروعي بده يضل دائما موجود ولكن بدي يطوره. تماما، هلأ كأكسسوار أو كموضة نحن بنضل ملاحقين الموضة، بنضلنا ملاحقين كل موسم، موسم صيف، موسم شتاء، موسم خريف، صيف خريف مثلا، فبنضلنا ملاحقين شو في شيء جديد، شو في الوان جديده. وبالنسبه للشيء نحن محافظين عليه اللي هو كترند اللي هو سوارة الكواكب. تماما، وهي فعلا اول شيء لفت نظري، حسيتها انها مختلفه عن كل شيء موجود ضمن الاكسسوارات، يبدو لانه هو شيء خاص فيكم، فبيكون حتى روحه مختلفه. وعندنا كمان ترند ثانيه كثير كثير لطيفه، هي الصراحه الكابلز بريسلت، هي من ابسط الترندات اللي عندنا واللي كثير مطلوبه، اللي هي ماجنت مغناطيس مع بعض، ممكن عم يعني بياخذوها اختين رفيقتين او شاب وبنت، وبتلبس اسواره وبتلبس خلخال كمان بنفس الوقت. فهي من ابسط الترندات يلي عندنا يلي هي بتلبس بسهوله، هي للصبيه وهي او للحدا لرفيقتها او للشاب، مشان هيك تعملوا شيء فاتح وشيء ملون. ممكن يطلبوا هن انه نحن بدنا بنتين اخوات او رفقات انه يكونوا اللونين مثل بعضهم، فنحن بنظبط لهم اياها على حسب هن شو بحبوا. فهي بهي البساطة، والشاب أو البنت بتلبس معها هي، خليني أجربك إياها معي. تضيق بتضيق على قد قياس الإيد تمام، وبيقدروا حتى ما في داعي يشلحوها لأنه هي ما فيها شيء أصلا لحتى يخرب بالماء، ومجرد ما يقربوا إيديهم على بعض فهي بتلزق.
حلوة. الحديث معك ممتع والشغل فعلا جميل. نتمنى لك التوفيق ديما بمحطاتك القادمة، وإن شاء الله نشوفك مو فقط عم تشتركي ببازارات، ونشوف في عندك معارض في سوريا وخارج البلد. نتمنى لك التوفيق وشكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم إلي. شكرا لك ديما، بنتمنى لمشروعكم اكيد الاستمرار، ويكون دائما نحن فخورين بالصبايا وسيداتنا اللي هن دائما حولوا الاكسسوارات لافكار ولمشاريع صغيره لحتى يتركوا بصمه لهم. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك، موفقه.